يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها، وفي رواية أحفظها عليكم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وتأمل دعاء سيد الاستغفار الذي عند البخاري من جمله: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، قال، فدل هذا على أن العبد ما أتته من نعمة وما أتاه من خير فهو من الله جل وعلا وفضل منه جل وعلا، وما أتاه مما يسوءه مما لا يلائمه فإنما هو بسبب ذنبه، وهذا عدل من الله، لم يظلمه الله جل وعلا، وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك قال رحمه الله: قال بعضهم: ظن الحسنة والسيئة المذكورة في الآية، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قال: ظن بعضهم أن الحسنات هي الطاعات وأن السيئات هي المعاصي، فاستدل هؤلاء بقدر الله على ما يروق لهم مما يفعلونه من ذنوب أو ما يتركونه من واجبات. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: قال: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، يعني ما يروق لك، تمذهبت به على حسب ما تريد. إذا كنت عند الطاعة فأنت قدري، يعني إذا لم تفعل الطاعة قلت والله ما قدر الله لي، وإذا وقعت في الذنب قلت والله أنا مجبر على هذا الفعل. فيقول: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. فيقول رحمه الله: فالحسنات والسيئات في هذه الآية إنما الحسنات هي الخير، والسيئات هي المصائب والشر، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، يعني من أمرك وبسببك يا محمد. قل: كل من عند الله، كل بتقدير الله عز وجل. الحسنة والخير هي فضل من الله جل وعلا عليك، الشر الذي يصيبك هو بقدر من الله لكنه عدل من الله لم يظلمك. قل: كل من عند الله. ولذلك ماذا ختم الآية؟ قال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، كرم منه جل وعلا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فبسبب ذنوبك. ولذلك ماذا قال عز وجل مبينا أن هذا ليس منه صلى الله عليه وسلم؟ قال بعدها: وأرسلناك للناس رسولا. إذن أنت تقول في دعاء سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فدل هذا كما قال ابن تيمية أن العبد هو بين أمرين: إما أن يكون بين نعمة فواجب عليه أن يشكر الله، وإما أن يكون فاعلا للذنب فعليه أن يستغفر الله جل وعلا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها، يعني أحفظها عليكم كما جاءت بذلك الرواية، ثم أوفيكم إياها، ثم أوفيكم إياها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك لم يقل ومن وجد شرا أو سوءا. قال ابن تيمية رحمه الله: من وجد غير ذلك، هنا نسبة الشر إلى الله عز وجل
لا ينسب الشر إلى الله عز وجل. ولذلك في صحيح مسلم: والشر ليس إليك لكنه بقدر من الله. نعم، الله جل وعلا، انتبه، معتقد أهل السنة والجماعة، لا يخلق الله شرا محضا أبدا، إنما ما يخلقه من شر وما يكون من مصائب مما لا يلائم العباد إنما هذا به خير باعتبار آخر. يمرض الإنسان، هذا شر له، لكن قد يكون له خير، يتوب إلى الله تكفر عنه سيئاته. قد لا تحصل الخيرية لهذا الذي أصيب. لو مرض إنسان متسلط متكبر فرآه غيره من المتكبرين ارتدع، قال فلان ذلك المتسلط أصابه ما أصابه فأضعفه. هنا انتبه، الله جل وعلا ما يكون ولا يقع شيء في الكون إلا بأمر الله، ما يلائم الناس وما لا يلائمهم، لكن لتعلم أنه جل وعلا لا يخلق الشر والسوء المحض، لا يخلق الله شرا محضا، إنما يخلق الله جل وعلا الشر لأن به خيرا من وجوه أخرى. ولذلك الشر لا ينسب إلى الله جل وعلا. وإذا ذكر الشر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إنما يذكر على وجه العموم، الله خالق كل شيء، من ضمن هذا الشيء الشر، أو يضاف الشر إلى السبب وهو المخلوق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، باعتبار أنهم سبب أوقع الله جل وعلا بهم هذا الشر، أو أنه يحدث وأنا لا ندري، انتبه، وأنا لا ندري أشر أريد، لم يقل أراد الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الطرق الثلاثة ذكرت في الفاتحة. قال: ذكرت في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، هذا إضافة الشر على وجه العموم، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، لم يذكر الغاضب ولا الضالين، نسبة الضلال إلى المخلوق أو إلى السبب. إذن من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واحذر في ختام ما أقول متذكرا قول الله عز وجل عن أهل النار الذين يحصل لهم ويحصل منهم لوم، ولذلك ماذا يقول لهم الشيطان؟ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، متى؟ إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. هم يمقتون أنفسهم في النار، فيقول الله جل وعلا: مقت الله وغضب الله عليكم يوم أن كنتم في الدنيا تكفرون بالله جل وعلا أشد، فاحذر أن تمقت نفسك.